أكثر من 300 ضحية جديدة في 80 مدرسة، اتهام جماعات متنفذة بالوقوف وراء تسميم الطالبات في إيران. سرقات وأتجار بالبشر بغطاء ديني، مقاتل يفضح ممارسات ميليشيا حزب الله في سوريا. في أعقاب الزلزال المدمر، خشية تركية من تغيير ديموغرافي. على وقع خطة تغيير النظام القضائي، انشقاق طياري النخبة وضباط استخبارات يثير مخاوف الجيش الإسرائيلي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما أهم أخبار اليوم. موجة هجمات كيميائية كثيفة على مدارس البنات في مختلف المدن الإيرانية، فيما يفرض النظام قيودا على المعلومات. وفقا للإحصائيات التي جمعتها إيران انترناشونال، تم استهداف حوالي 80 مدرسة في جميع أنحاء إيران في هجوم كيميائي اليوم الأحد، لكن وسائل الإعلام نشرت تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي المدارس يؤخرون مساعدة الطلاب. وزير التربية الإيراني يوسف نوري أقر بحالات تغييب كبيرة للطلاب عن المدارس مع انتشار ظاهرة تسمم الطالبات، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في حوادث التسمم التي أصابت مئات الطالبات في البلاد. وأضاف وزير تعليم إيران أن التحقيقات لم تصل حتى الآن لأي نتيجة حول الجهة المتورطة في الحادث، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لم تتم مناقشته. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الحكومة أنه سيتم تقديم المسؤولين عن حالات التسمم إلى العدالة لمحاسبتهم. تبكي الأمهات في إيران على عتبات مدارس بناتهن العالقات في صفوف الدراسة، ويصرخن لإخراجهن قبل اختناقهن بهواء مسموم بمواد ما تزال مجهولة، لكنها على حد وصف الفتيات كريهة وتشبه رائحة فاكهة متعفنة. ومن خرجت منهن فتبدو عليهن حالة إعياء غير مفسرة، والحافلات تشارك سيارات الإسعاف في نقلهن إلى المستشفيات. 50 مدرسة على الأقل تواجه أزمة تسمم باعتراف وزير الداخلية أحمد وحيدي، موضحا أن صحة الطالبات تمثل الأولوية القصوى لجميع المسؤولين، ليؤكد أن المحققين استعادوا عينات مشبوهة مكتفيا بهاتين الكلمتين دون أي تفاصيل أخرى، ليضيف إليهما دعوة إلى الهدوء متهما العدو بالإرهاب الإعلامي. هجمات كيماوية، هكذا تسميها عوائل البنات التي يلفظن سما جثا على صدورهن، يتمددن على أسرة المستشفيات، وكل منهن تعاني توعكا ما بين غثيان ووهن ودوار وسعال وضيق في التنفس. 420 ناشطا سياسيا ومدنيا وصفوا في بيان مشترك عملية التسميم بالعمل الإجرامي. ونقل إعلام المعارضة الإيرانية عن المتخصص الطبي محمد رضا هاشميان أن الأشخاص العاديين لا يمكنهم الوصول إلى الغازات التي تم استخدامها لتسميم الطلاب. أما شيرين عبادي، إحدى الشخصيات البارزة المعارضة للنظام، فقالت إنه إذا كان هناك أي شك حول دور النظام في مسلسل تسميم الطالبات فقد زال هذا الشك اليوم. Ağzını atıp da görürsün.
أساليب ليست بالجديدة على نظام لطالما اتبع نهج القمع بحق من يرفعون صوتهم بوجهه، فكل أهم النظام الإيراني هو البقاء في السلطة ولو على حساب شارع منتفض منذ أشهر هتف امرأة حياة حرية. أحد الأساليب المتبعة كانت هجمات بمواد كيماوية ضد فتيات المدارس، ورغم أنها بدأت قبل أكثر من 3 أشهر إلا أنها توسعت لتشمل أكثر من 33 مدينة وبلدة في 17 محافظة في الداخل الإيراني. سياسيون ونواب وناشطون وجهوا أصابع الاتهام لجماعات وصفوها بالمتشددة والمتنفذة، هدفها الانتقام من انتفاضة المرأة الحياة الحرية والتي هزت أركان نظام ولاية الفقيه خلال الأشهر الماضية، بينما وصفها بعض أعضاء البرلمان بأنها متعمدة وذات طابع أمني. أما سلطات الأمن والقضاء التي وعدت بفتح تحقيق لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل حول هوية الفاعلين أو نوع المواد الكيماوية المستخدمة في الهجمات، وبدل الاستجابة لأسئلة الأهالي الذين تجمعوا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم والبرلمان والمدارس، قامت قوات الأمن بالاعتداء على الطالبات وذويهم وتفريقهم بالقوة حتى وصلت إلى حد اعتقال بعضهم. جمعية المدرسين والباحثين في حوزة قم الدينية وصفت الهجمات بأنها لن تؤدي إلا إلى زيادة استياء المجتمع من الحكومة في ظل عدة أزمات يواجهها النظام أمام شارع غاضب. متخصصون في الرعاية الخاصة في طهران قالوا إن الغازات المستخدمة في الهجمات ضد الطالبات لا يمكن الحصول عليها من قبل المواطنين العاديين، ويصف سياسيون وناشطون طريقة تعاطي النظام مع الهجمات بأنها تعزز الشكوك والتهم حول تواطؤ من أعلى السلطات وهرم النظام مع الجماعات الفاعلة لإسكات وتخويف الفتيات بسبب دورهن البارز في التظاهرات المتواصلة منذ أشهر. زنگ ورزش بود، بعدش دیدیم هیچ کس تو کلاس نیست، رفتیم، وقتی رفتیم تو سالن بوی عطر می بوی سوختنی یه چیز بود، احساس بوی رنگ میکردم، یه بوی اومد، اصلا نمیشه گفت بوی چیه، سری خیلی شدید بدن، اصلا اجازه نمیده راه بریم، سوزش معده داشتم، چشم سیاه شده بود، جو نمیدم، فهمیدم استراب گرفتم، فشارم اینا افتاد، حالم بد شد. وقتی منم بیرون اولش هم خوب بودم، فقط سرفه خیلی میکردم. بچه‌ها بیش در همین در حدی من بودن که سرفه گرفتشون، یه سری چشماشون میسوخت و اکثرا ترسیده بودم. من أوسلو ينضم إلينا عمار تاسائي، عضو منظمة حقوق الإنسان الأحوازية. مرحبا بك أستاذ عمار، ما الذي يصلكم ويصل المنظمة التي تعملون بها من أخبار حول مسألة التسمم هذه التي انتشرت حتى أن بعض الإيرانيين امتنع عن إرسال بناته إلى المدارس والجامعات كذلك؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. نحن وصلتنا عن ضاحن إصابة 700 طالبة في الأحواز في مدن مختلفة، في الأحواز، في مدينة الأحواز وعبادان ومعشور ورامز وأيضا رأس الميناء، وأيضا هناك أنباء عن تخبط وأنباء عن يعني ضياع لبعض الجهات الحكومية لا تدري ماذا تقول وكيف تجيب، والعوائل والأهالي معظمهم متخوفين من إرسال بناتهم إلى المدارس خشية تسممهم، وهناك حالة من الذعر تسود في المدارس والجامعات في
منطقة مختلف مدن منطقة الأحواز وأيضا في باقي مدن إيران، وهناك أنباء عن استخدام يعني هجمات بالمواد الكيماوية بالغازات السامة الكيماوية، ولكن حد الآن لم نتأكد ولم تصلنا معلومات مؤكدة عن نوعية هذه الغازات، بحيث يصعب الوصول إلى محل وقوع مثل هذه الهجمات، حيث القوات الأمنية عادة ما تطوق هذه الأماكن ولا تسمح لأحد حتى قبل أن تحدث هذه الهجمات هناك تواجد للقوى الأمنية، وحتى في بعض الحالات تنسيق مع ذوي المدرسة أو أصحاب المدرسة أو المسؤولين في المدارس أيضا، ويبدو أن هناك أكثر من جهة وراء هذه الحالات، ويبدو أنها نوع من الجرائم المنظمة التي لا بد وأن يكون لبعض أو النظام أو بعض المسؤولين في النظام ضلوع في مثل هذه الحوادث التي الآن مر عليها أكثر من 3 شهور. طيب كيف يتعامل أهالي الطالبات والطلاب مع هكذا حالات أستاذ عمار بحسب ما يصلكم؟ يعني المسألة تتعدى عدم إرسال الطالبات إلى المدارس، بمعنى دعوة الحكومة الإيرانية مثلا للتحقيق، إرسال وفود لمناقشة المسؤولين، ما الذي يجري في هذا الشأن؟ كيف يتصرفون؟ الأهالي معظمهم غاضبون من أداء النظام، ولا ننسى أن ذلك يأتي على خلفية الثورة التي حدثت وتحدث في مختلف مدن إيران، والكثير من الأهالي يفسرها على أنها انتقام من أولئك الفتيات، لأن الفتيات خاصة طالبات المدارس وطالبات الجامعات كان لهن دور ريادي في هذه الثورة، ويبدو أن النظام يريد أن ينتقم منهم. البعض يشير إلى تصريحات المرشد علي خامنئي الذي قال يجب أن يؤدب هؤلاء أو يجب معاقبة هؤلاء المراهقين والطلبة، البعض يفسر أن هذا هو العقاب الذي توعد به، كما أن أيضا أن القوات الأمنية خلال ثورة المرأة الحياة الحرية قامت بإطلاق الغازات السامة على بعض الطالبات وبعض الطلاب في المدارس وفي الجامعات، فالبعض يفسره هكذا، ولكن معظم العوائل هي غاضبة من أداء الحكومة وغاضبة من هذه الظاهرة الجديدة، وأيضا لا ننسى أن هناك جو من الذعر والخوف يسود معظم الأهالي وذوي الفتيات والطالبات الموجودات في المدارس في مختلف مدن إيران. طيب الموضوع يعني موجود على مساحة الجغرافيا الإيرانية وليس منطقة بذاتها وعينها أستاذ عمار؟ نعم، يبدو الآن مع الحالات التي حصلت في الأحواز اليوم وفي بعض المدن الصغيرة، يبدو أن رقعة الهجمات شملت معظم مناطق إيران وفي أكثر من 17 محافظة من أصل المحافظات الإيرانية التي يبلغ عددها 34، وأن أنها شملت مدارس في المدن الصغيرة وأيضا في المدن الكبيرة، وفي أكثر من 33 مدينة هناك ربما الإصابات بالآلاف، البعض يتلقى العلاج بالمستشفى ويخرج بسرعة، والبعض يبقى في المستشفى لمدة أطول، وهناك أيضا حالات كثيرة من الغثيان واحمرار في العيون وأيضا الضيق في التنفس، يقال إنها أصابت هؤلاء الطالبات الذين كنا متواجدات في المدارس. طيب ما من كذلك يعني ردات فعل من الحكومة وصلت إلى هذه المناطق أستاذ عمار، الأحواز على وجه التحديد، بأن تحقيقا سيفتح مثلا أو متابعة ما حصلت أو بدأ بها؟ في الحقيقة إن النظام يبدو أن هناك مسؤولين النظام وهناك تناقض، وهناك يبدو أن السلطات هي تعرف بالمسبب أو هي ربما التي سببت ولذلك تماطل، وكان ينبغي عليها فتح تحقيق قبل 3 أشهر عندما بدأت أولى هذه الهجمات على المدارس، لأنه هذه الهجمات وتكرارها واستمرارها كان ينبغي أن تفتح تحقيقا، ولكن تقاعس الحكومة وتقاعس المسؤولين و أيضا التصريحات المتناقضة لهم، مرة ينسبونها إلى شغب الطلاب أو الهلع والخوف الجماعي الغير مبرر، وهناك تصريحات متناقضة، فيبدو أن
الحكومة غير جادة، النظام الإيراني غير جاد في فتح تحقيق في معرفة أسباب هذه القضية، والكثير يرجح أنه على كما أن النظام ارتكب هجمات بالحمض، أي الحمض الحارق أي burning acid في السابق في بعض المدن ضد الطالبات، وأيضا بعض حالات الاغتيال التي حصلت أو محاولة اختطاف ورمي الباص المثقفين والكتاب في الوادي، كلها تشير إلى أن ربما هناك جهات في النظام هي متورطة أو بعض المسؤولين متورطين، أو هناك حتى مسؤولين في النظام الإيراني هم من أمروا بارتكاب مثل هذه الهجمات انتقاما من ما حدث خلال الثورة المرأة الحياة الحرية. شكرا جزيلا لك من أوسلو عمار تساي، عضو منظمة حقوق الإنسان الأحوازية. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا يحتفظ بالماضي ومتفائل بالحاضر، تاجر تحف يتحدى زلزال تركيا. اليوم يحكى عن تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشغل. مفتاح الحل لأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستتبة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية وفق أيديولوجيته. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة، والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. تتولى فصول الفضائح داخل جسم ميليشيا حزب الله لتخرج إلى العلن على شكل عملاء ومحتكرين وتجارة مخدرات وتهريب وسرقة وتعفيش. للمزيد مشاهدينا من التفاصيل عن هذا الموضوع، الزميلة هاجر كنيعو تنضم إلينا أين؟ هنا في الاستديو. مرحبا بك يا هاجر. مساء الخير حسين. أهلا وسهلا. يعني بالفعل المزيد من الفضائح، المزيد من التسريبات من داخل البيئة الضيقة الشيعية لحزب الله، إن دل على شيء هو إدراك هذه البيئة بأنه الشعارات الرنانة، إن كانت شعار المقاومة أو المذهب أو العقيدة، ما هو إلا غطاء ظاهري لا يرتبط فعليا بطبيعة العقيدة الحقيقية لحزب الله. سنتابع المزيد من التفاصيل. هي ليست المرة الأولى التي يخرج عناصر منشقون عن ميليشيا حزب الله على الإعلام ليكشفوا فضائح هذه الميليشيا المسلحة، سرقات وإتجار بالبشر. هذا ما جاء على لسان مقاتل سابق في صفوف حزب الله في سوريا يدعى علي مشيك. علي وفق تسجيل نشره موقع جنوبية قال إن كل ما يجري هناك هو سرقة وقتل ونهب، بل وطلب منه الصمت لأن هذا تكليف شرعي من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. فلنشاهد. أنا كان عمري 16 سنة يوم التميت لإلكم، وهلأ عمري 36 سنة.
أنا شاركت بالحرب السورية من 2012 ل 2018. بال 2016 نقلوني على الألمون على وحدة 13000 اللي كان رئيسها ومسؤولة علاء بيستشهد بحلب وأبو حسان عديدة، حطوني قسم التجهيز. أنا طلعت الشغلة كلها سرقة وتحفيش، بس ضلت هيدي السرقات قدام عيوني وعم شوفها، وحاولت أرجع بلغ ما كانوا يقبلوا، وقالوا خصوصي أبو محمد عدنان قال إنه هيدي فيها تكليف شرعي من الخامنئي إنه ما حدا يتحرك وممنوع تنفتح هاي الملفات. العضو المفصول علي مشيك تجرأ على تسمية قياديين بحزب الله بالأسماء، قال أنهم تورطوا بسرقة مزارع يبرود وريمة وفليطة والزبداني بريف دمشق، وعلى رأسهم مسؤول وحدة 13000 جعفر عتشيد. فلنستمع. الحرامية هني جعفر عتشيد مسؤول وحدة 13000 بعد ما استشهد علاء، أبو محمد عدنان عديدة، وأبو مهدي الشيخ أبو مهدي من الأقمطية، الشيخ أبو مهدي من الأقمطية مسؤول التجهيز، والسيد فراس فيما بعد كمان دخل بالموضوع، أبو ياسر ياغي الحرامي الأكبر وأخو ياسر واللي حاميهن على الديناصور فعلاء كان. على مين يا سيد حسن؟ ما بعرفش، بك شوفه أنت. والقضاء وحيد والشيخ مالك. تسريبات منشقي حزب الله تكشف أن الشعارات التي حكمت عقولهم لسنوات ولعقود من الزمن ما هي إلا طعم وفخ من حزب الله لا أكثر، وهو ما رواه علي مشيك. فلنشاهد. أنا ما بقى أرجع لعندكم لأنه أنا ما بقى أمين بعقيدتكم، أمنين حالكم مؤمنين وأطهار وما بعرفوا أشرف الناس، وهذا الحكي كله سوا، كذبوني إذا أنا مش مزبوط عم بحكي. وخليني سأل أهل يبرود، وخليني سأل أهل ريمة، وخليني سأل أهل فليطة، وخليني سأل أهل البكمال، ما خلوا شيء بالبكمال إلا ما سرقوا، حتى المواشي سرقوها وباعوها بالهرمل. أنا اللي بدي أقول لك إياه يا سيد حسن، أنا إلي حق، إلي تعويض وإلي دواء، ما بدك تعطوني إياه الله لا يسامحك، لا أنت ولا حزبك. كان آخرون قد سبقوا علي مشيك فعليا وانشقوا عن ميليشيا حزب الله، ومنهم حسن محسن المعروف بالاسم العسكري له لدى صفوف حزب الله سابقا بالحاج ولاء عتيتات، وهو قيادي سابق كما ذكرنا في حزب الله، ظهر قبل نحو أسبوعين ليحرق صور قادة إيران والحزب في عمق الجنوب اللبناني. دعونا نشاهد. هذا هو الدكتاتوري اللي عم تجيبوا منه التكليف بهيدا الحزب انتو ومجاهدينكم، لما بدكم تعملوا كمائن بقلب هيدا الضيعة وتقوصوني بهجري وتحطوني بالزنزانة بالداخلية، هيدي بدكم تتحملوا مسؤوليتها. 12 سنة بشرعكم ما في نتيجة، لأنكم عالم فقدان للإنسانية. هيدا الدكتاتوري تبعكم وهيدي مجاهدينكم وهيدي أحكامكم وهيدا قضاءكم وهيدا شرعكم. إذن كان هذا كل شيء حرق أعلام لقادة إيران، من يصفهم النظام الإيراني بنصف الآلهة. كل هذه التفاصيل سنتابعها بعد قليل مع زميلنا حسين الشيخ. شكرا جزيلا لزميلها هاجر كنيعوم من مدينة كوفنتري البريطانية. ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. نهب، سرقة، تعفيش، غير ذلك، هذا موجود ولكن غير المفهوم الفتوى الشرعية. أستاذ رامي، هذا كان يصلكم في المركز السوري لحقوق الإنسان بأن ثمة مستند ديني يرجع إليه هؤلاء وبالتالي كل هذه السرقات؟ نعم نعم، مساء الخير. طبعا أنا لا أستغرب نهائيا، لأن كثير من ما قاله نشرناه سابقا ونشرناه عبر العربية وعبر الحدث عدة مرات، نشرنا تقارير وتقارير مستمرة نتحدث فيها. يعني على سبيل المثال قضية تهريب البشر، قضية تهريب البشر يشرف عليها حزب الله من شمال
سوريا وصولا الى لبنان الى البحر، كان يشرف عليها عناصر من حزب الله اللبناني. قضيه تعفيش، نعم هي فتوى شرعيه، من يشرع تجاره المخدرات لا يشرع عمليه سرقه ابناء الشعب السوري تحت مسميات مختلفه عقائديا او غير عقائديا، هي موجوده وموجوده من البوكمال مثلما تحدث المنشق وصولا الى الحدود السوريه اللبنانيه. ونحن نعلم بان على الحدود السوريه اللبنانيه من يشرف على عمليات التهريب. كم مره ذكرنا عمليه تهريب يعني بنزين حزب الله؟ كم مره تحدثنا عن عمليه المخدرات ومعامل المخدرات؟ كم مره نشرنا عن عمليه تهريب البشر؟ كم مره نشرنا عن عمليه التعفيش وعمليه يعني السيطرة على القرار السوري داخل الأراضي السورية؟ وكل هذه العمليات كانت تجري بفتوى شرعية. اليوم كان لدينا كاريكاتير في المرصد يتحدث عن الذين يوزعون مساعدات، يتحدثون بأنهم مع الشعب السوري بينما الفكر هو نشر فكر ولي الفقيه داخل التراب السوري. لذلك لم أستغرب نهائيا من الذي قاله، ولدينا أكثر منه بكثير، ولدينا أمور موثقة أكثر من التي تحدث عنها هذا الرجل المنشق. ويتحدث عن أمور شاهدها بعينه، ولكن هناك أمور كثيرة تسيطر على القرار السوري، تنهب أبناء الشعب السوري بفتاوي شرعية من الولي الفقيه من مشايخ حزب الله اللبناني. يعني من يشرع، قلت لك من يشرع تجارة المخدرات، يعني ليس غريبا عليه أن يشرع السرقات، يشرع عملية تهريب البشر، يشرع عملية زراعة الحشيش، يشرع كل ما يدور عبر الحدود السورية اللبنانية وعبر الحدود السورية العراقية. طيب هذا أستاذ رامي بحسب التقارير التي تصلكم يشكل رافدا اقتصاديا كبيرا بالنسبة لهذه الميليشيا سواء في لبنان أو في الداخل السوري، أليس كذلك؟ نعم بشكل قطعي. نتحدث عن قضية تهريب السوريين من شمال شرق حلب وصولا الى لبنان. 600 دولار لا يمرون على الحدود ولا شيء، يدخلون عبر طرق تهريب حزب الله، يصلون الى الموانئ او الى الشواطئ من اجل تهريبهم باتجاه اوروبا. 600 دولار فقط من داخل سوريا وصولا الى الشواطئ اللبنانيه. بعد ذلك اكل شارب استاذ رامي؟ لا طريق بس طريق. يعني خط عسكري لحزب الله 600 دولار داخل الاراضي السوريه وتكون داخل الاراضي اللبنانيه. لكن الطريق الآخر الذي لا يتحدث عنه الآخرون، يعني موضوع تهريب البشر من لبنان السوريين إلى أوروبا، هل هؤلاء الذين يقولون عنهم بأنهم هم التجار البشر الذين لديهم بعض مراكب الصيد أو بعض المراكب، هل هؤلاء هم تجار البشر؟ لا يقف أحد وراءهم، لا يحميهم أحد في داخل لبنان. نعم هم محميين من قبل حزب الله، قد لا يكون الذي يحميهم هو في حزب الله مباشرة، ولكن هو ذاته محمي من قبل حزب الله اللبناني، مثلما تاجر المخدرات الذي يتاجر مع حزب الله ويسرق المناطق على الحدود السورية اللبنانية أيضا محمي من حزب الله اللبناني. دعنا نتحدث بواقعية، يعني أسطورة حزب الله انتهت وانطوت منذ أن ساهم بقتل أبناء الشعب السوري داخل الأراضي السورية. ولمن لا يعلم بأن حزب الله نعم كان شريك بعمليات التعذيب داخل السجون السورية، ولم يكن فقط دوره هو حماية أماكن، يعني الاعتماد أستاذ رامي ليس فقط على ما تقدمه هذه الميليشيا لهؤلاء العناصر من راتب أو دولارات، يعني يفسح لهم المجال بأنه يعني اقبض ما تريد، احصل على ما تريد. يعني إذا كان الذي هو في داخل الأراضي السورية السوري يعيش على التعفيش، ما بالك حزب الله الذي دخل إلى الأراضي السورية في ظل عقوبات اقتصادية على إيران، يريد أن يحصل على الأموال من أبناء الشعب السوري بكل السبل بكل الطرقات. دعني أقول لك بأن هل تعلم بأن السلاح الذي كان يباع للمقاتلين في داخل الأراضي السورية كان يشترى عبر مهربين من حزب الله اللبناني في القصير وفي حمص وفي ريف دمشق؟ كان السلاح هو يشترى من تجار تابعين لحزب الله اللبناني. لذلك أقول هو كل شيء مشرعا بفتوى شرعية بفتوى ولي الفقيه. شكرا جزيلا لك من مدينة كونفتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. حذر مختصون أتراك من حدوث تغيير ديموغرافي كبير في البلاد بسبب موجات النزوح لعشرات الآلاف من ضحايا الزلزال، وفيما يفضل البعض الفرار من الولايات الجنوبية المتضررة نحو مدن وسط وشمال تركيا. شهدت كثير من القرى كذلك هجرة عكسية للباحثين عن الأمان.
هذه المشاهد تتكرر يوميا خلال أولى ساعات صباحات أنطاكيا المنكوبة، فرار جماعي للناجين من الزلزال الذي جعل هاتاي من أكبر المدن تضررا، منهم من يملك وجهة محددة ومنهم من سيحددها لاحقا خلال ساعات الرحلة الطويلة بحثا عن الأمان. يعني أنا هلا طلع غصبا عني، ما بقى يعني هون ينبرك، ما بقى نحسين، لك أصلي 11 سنة عندي دكاني هون، رفقاتي منهم ماتوا منهم راحوا، لله الأمر. بس كل جيراني في هذه البناية والحي غادروا إلى مدن أخرى، أنا كذلك تقرر هدم بيت المتصدع وسأذهب إلى أنقرة وأعيش هناك عند أقاربي. كما السوريين الذين ألفوا الترحالة، دخل الأتراك كذلك في هجرة داخلية إلى مدن الشمال وعكسية أعادت المئات منهم إلى القرى. هنا بقرية جولباش بضواحي هاتاي يأملون النجاة بأنفسهم من الزلزال وهزاته المتتالية، لكن هذه السيدة لا تأمن الوضع وتفضل الخيمة على البقاء داخل بيتها. منذ حدوث الزلزال عدنا إلى قرانا التي أصبحت مزدحمة هي الأخرى، هنا الوضع أقل خطورة من مركز هاتاي، لكني أخاف البقاء في البيت، لذلك أنا في الخيمة. أما هذا الرجل فوجد نفسه لاجئاً في خيمة حتى وهو يعود إلى قريته التي غادرها قبل 5 عقود. من 74 لها اليوم هذا من القرية بعيد، وهسع بهالزنزال ما ظل النشير، رجعنا حضنا على مكاننا الأول باركين بالخيام، ما عنا دور ما عنا شيء. وفقاً للأرقام الرسمية فقد عاد أكثر من 40,000 سوري طواعية إلى سوريا، فيما لم يتم الكشف بعد عن أعداد المنكوبين من الأتراك وغيرهم ممن نزحوا نحو مدن تركية أخرى. تطمينات السلطات التركية بإعادة إعمار المناطق المتضررة سريعاً لم توقف موجات النزوح لعشرات الآلاف من المنكوبين، ما يؤشر إلى حدوث تغير ديموغرافي قد يزيد من متاعب الحكومة في معالجة آثار الزلزال. عبدالقادر خربوش، الحدث، هاتاي. من اسطنبول ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. مرحبا بك يا دكتور سمير. هذا الهاجس بالفعل بات ملموسا في الداخل، وإن كانت ردات الفعل من المبكر الحكم عليها الآن، يعني مسألة تغيير ديموغرافي. مساء الخير للجميع. أولا مساء النور. يعني كما تعرف أخ حسين أنت أيضا، نحن نتحدث عن منطقة منكوبة بمساحة 150,000 كيلومتر مربع، وعن متضررين بحوالي 13.5 مليون مواطن تركي، انهيار 226 مبنى، يعني نتحدث عن كارثة شملت 11 مدينة في جنوب تركيا. هذه الحركة الديموغرافية التي نتحدث عنها، مسألة النزوح طبعا موجودة إلى المدن المجاورة. السلطات التركية بنفسها قادت عمليات إجلاء واسعة بعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك من هذه المناطق لأسباب توفير الضمانات الحياتية والمعيشية لهم، وتسريع عمليات رفع الأنقاض والشروع في عمليات الإعمار. يعني لا أظن أنه هي مسألة مرتبطة باستهداف تغيير البنية الديموغرافية في هذه المناطق أو حتى على مستوى تركيا. صحيح أنه في هجرة واسعة باتجاه المدن القريبة للمناطق المنكوبة مثل مرسين، مثل أدنا، مثل كونيا، لكن رأيي هي ظرفية مؤقتة ستنتهي وستعود الأمور إلى سابق عهدها ربما بعد عام. طيب يعني إذن حتى وإن كانت الهجرة بهذه الطريقة فلا يمكن القول بأنها يعني تغيير ديموغرافي بسبب الضرورة لذلك، ليس كذلك دكتور سمير؟ وبالتالي لابد من تعامل بطريقة سلسة، بطريقة بعيدة عن التسييس وكذلك الاستثمار والاستغلال. صحيح، هذا هو كان المطلوب، لكن مع الأسف العديد من القوى السياسية دخلت على الخط باتجاه تسييس حتى موضوع حركة السكان بين المدن، سواء كان بالشق الداخلي على مستوى الأتراك أو مع الأسف في التعامل مع ملف اللجوء السوري المتضرر المتواجد في هذه المناطق. مثلا في الشق الداخلي، نقاش التركي أولا
دائما يعني نحن ركزنا أنه هذه المنطقة المنكوبة لها خصوصيتها في المجتمع التركي، يعني الشرائح واسعة من الناحية العرقية، من الناحية الدينية، وغنية جدا في هذه المدن الـ11 المتضررة. لذلك حماية هذه البنية مسألة برأيي مهمة جدا، وهذا ما تعرفه السلطات جيدا. في الشق الآخر الذي أشرت إليه أنت أيضا في السؤال، موضوع الإخوة السوريين الوافدين في تركيا، كان فيه أيضا حملات من قبل مع الأسف بعض الأحزاب السياسية التي حاولت وما زالت حتى الآن تحاول لعب ورقة الملف السوري في الداخل، وكان فيه أيضا رد سريع عليها. كان فيه محاولة قبل أسبوعين تحت سقف البرلمان من قبل حزب إيه لطرح خطة تسريع مناقشة عملية عودة الألف من اللاجئين السوريين. هذا الطرح رفض من قبل الحزب الحاكم وتحالف الجمهور. لماذا؟ لأنه التركيز كان أنه الآن نعيش فترة استثنائية الجميع يعاني منها، الشعب التركي والوافد السوري، لذلك تم رفض نقاش من هذا النوع تحت سقف البرلمان. طيب، يعني بمعنى دكتور سمير بأن الأسلم الآن بالنسبة للسوريين على وجه التحديد هو بقاء المنظومة الحاكمة الحالية، لأن أي تغيير في السياسة المشهد السياسي المستقبلي سيكون على حساب أول بند هو مسألة اللاجئين السوريين. هذا ما ينقل ويخشاه الكثير من السوريين في الداخل التركي. موضوع اللجوء السوري، نعم أتفق معك تماما أخ حسين، دائما في قلب المشهد، في قلب النقاشات، وحتى سيكون في قلب الحملات الانتخابية التي تجري. طالما أنه قبل أسبوعين كما قلنا كان في محاولة لطرح المشروع مجددا تحت سقف البرلمان، الآن أحزاب المعارضة تحديدا نعم تريد أن تحرك هذا الملف بشكل مستمر. الحزب الحاكم نعم عنده سياسة واضحة أيضا في موضوع اللجوء وفي موضوع ربطها بالملف السوري ككل، لكن في جميع الأحوال الأحزاب حتى الحزب الحاكم أيضا بدأ نقاش سياسة سورية جديدة، وحتى موضوع اللجوء في رغبة بتسريع إيجاد مخرج له. يعني خطة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، إعادة الإعمار، خطة الكانتونات التي كان يجري الحديث عنها كما تتذكر قبل أسابيع، 250 ألف وحدة سكنية في شمال سوريا لتسهيل عودة ألاف الوافدين السوريين إلى أراضيهم. يعني كل هذه المسألة ستبقى برأيي في النقاشات إلى يوم الانتخابات. بعد الانتخابات أتفق معك في السؤال الذي طرحته أيضا، واحتمال أن نبدأ نقاش جديد في التعامل مع الكثير من المسائل المرتبطة بهذا الملف. طيب دكتور سمير، ما بعد الزلزال الذي يعني كان في يعني التسعينيات وكان كذلك كارثة كبيرة على الداخل التركي، هل فردت الأوراق الآن بحيث الاستفادة من طريقة تعامل الحكومة آنذاك كي لا تتكرر الأخطاء، باعتبار أن ما حدث منذ تقريبا أيام ولم يتجاوز تقريبا الشهر كان كذلك بهكذا حجم؟ يعني نعم في رغبة، لكن لا أظن، يعني علينا أن نتريث بعض الوقت لمتابعة القرارات الجديدة التي سيتم اتخاذها والاستفادة من التجربة السابقة والتجربة الحالية. يعني في الآن مواقف جديدة سياسية من قبل حزب العدالة والتنمية تقول أنه سيسرع عملية التعامل مع هذا الموضوع من الناحية التنظيمية، القضائية، التقنية وغير ذلك. لكن كما قلنا أنا وأنت أكثر مرة من مرة وتتذكر موضوع مثلا الإعفاءات، هذه المسألة يعني في خطة واضحة من قبل السلطات السياسية في تركيا بإغلاق هذا الملف تماما، إخراجه من النقاشات على مستوى الأحزاب السياسية التركية. هذه برأيي إذا ما تمت ستكون نقطة انطلاق حقيقي باتجاه التغيير في التعامل مع هذه المسائل. شكرا جزيلا لك من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالح. الكارثة في هطايا تركيا لم تمنع تاجرة تحف محمد سينكام من البقاء في مدينته بعد الزلزال، بقي مع بضاعته يعرضها في الشارع ويعزف الموسيقى للمرة كما كان سابقا. التاجر التركي يطل أيضا عبر شرفته كل يوم بدعوة الناس للصلاة بعد أن دمر الزلزال مآذن المساجد في حيه.
لن يكون ثقل الحديد المسلح على هذه القطع الأثرية أكبر من ثقل السنين التي تتالت عليها سنة بعد أخرى، فكل ما نجا من الاندثار على مدى عقود لا يستطيع زلزال يقاس بالثانية أن يدمره كلياً. يرتب هذا التاجر التركي في هاتاي بضاعته في الخارج أمام ما تبقى من محله الذي كان يختص بالتحف الأثرية بعد شهر تقريباً من الكارثة. زلزلت الأرض تحت أقدام هذا الرجل، إلا أنهما أثبتتا لاحقاً تجذرهما بأرض تركيا أكثر من آلاف الأعمدة الإسمنتية التي انهارت في الحال. هذا المكان لي، حتى قبل الزلزال كانت هذه الكراسي بالخارج، وكان لدي أشياء أمام المحل لإظهار أنه متجر للتحف القديمة. يخرج الرجل صورة لأبيه وصورة لألبرت أينشتاين ونسخة باهتة من الموناليزا تبدو فيها مكفهرة الوجه أكثر، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذكريات ولإعادة الحياة لشكلها القديم على الأقل في الأمتار الصغيرة أمام محله التجاري وعلى شرفته الذي أصبح يدعو الناس عبرها للصلاة بعد أن انهارت غالبية مآذن المنطقة. تبدو بعض هذه الأواني الزجاجية المتناثرة على الأرض بمظهر جيد، ربما سيختلف سعرها وتصنيفها في الفترة القادمة، فهي لم تعد تلك التي حملت حساء ساخنا بطعم غني لأحدى العائلات التركية منذ عشرات السنين، بل أصبحت تحمل معها الآن طعم الموت ورائحة الفاجعة. هلال علي، الحدث. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا ضباط استخبارات في الوحدة 8200 ينضمون للاحتجاجات في إسرائيل. أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني باختيار الوزارات. التقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات. أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر يعني إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي. ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديداً. ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة؟ الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديداً الإطار التنسيقي. هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف حزم. معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس دورها الضاغط. هل يتجاوز محمد شيع السوداني عقبة تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم من جديد. سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على إعلان 37 طياراً مقاتلاً بسلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد رفضهم أداء الخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة تغيير النظام القضائي المثيرة للجدل والتي أدت إلى موجة من التظاهرات المستمرة منذ أسابيع.
وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الطيارين الإسرائيليين المحسوبين على قوة الاحتياط أعلنوا أنهم لن ينضموا للتدريبات الدورية بدءا من الأسبوع المقبل، ويثير انضمام ضباط وجنود الجيش من أذرعه المختلفة مخاوف كبيرة عبرت عنها قيادات في الجيش الإسرائيلي في وقت سابق. ورأت الصحيفة أن التصدع في المجتمع الإسرائيلي يزداد اتساعا، لافتة إلى أن السرب 69 يعد أحد الأسراب الرائدة بسلاح الجو. ونقلت عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي أن هذا الإعلان يعد خطيرا. قناة أخبار 12 أوضحت بدورها أن السرب المشار إليه هو سرب جوي قتالي يستند إلى مقاتلات F-16 ويطلق عليه سرب المطارق هذا، وانضم عدد من ضباط وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسمات 8200 إلى رفض الالتحاق بوحدتهم الشهر المقبل احتجاجا على ما بات يسمى بالانقلاب على نظام القضاء، فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى ضرورة البدء بحوار سريع لتفادي المساس بالجيش في مواجهة التحديات الخارجية. من القدس ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية دكتور مائير مصري. مرحبا بك دكتور مائير، كيف تنظرون أنتم من تراقبون المشهد لحالة عدم الالتحاق بالمهمات التي يطلب من ضباط الاحتياط أن يقوموا بها الآن؟ هل هو تمرد أو هو اعتراض بطريقة غير معهودة؟ شكرا لكم على الاستضافة أستاذ حسين. ما يحدث اليوم في الواقع يؤكد ما قلته مرارا وتكرارا على قناتكم الكريمة في الأيام الفائتة، ولا سيما معك قبل أسبوع حينما قلت لك أستاذ حسين أنه سلوك السيد نتنياهو والحكومة في إسرائيل يدخلها في صدام مع الدولة لا مع المعارضة. الحكومة اليوم في صدام مع مؤسسات الدولة، مع المنظومة القضائية، مع الجيش، مع الشرطة، وبالتالي أنا أعتقد أنها أزمة غير معهودة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، وأنا أعتقد أنه إذا استمر الحال بهذه الطريقة لن يكون أمام السيد نتنياهو خيارا آخر إلا الانصياع لمطلب الشارع. مرة أخرى، الشارع لا يمثل المعارضة، من يتظاهر اليوم وهذه الحشود الكبيرة التي ترونها على شاشتكم الكريمة هي ليست من قبل المعارضة النيابية وإنما المعارضة لمشروع القانون. كثيرون من الليكود يتظاهرون، كثيرون من اليمين، الـ 37 تيار الذي يتظاهرون اليوم وأعلنوا عن تمردهم هم لا يمثلون اليسار أو المعارضة، بل قسم كبير منهم هم من أبناء الشعب، يمين يسار جميع الفئات. ولكن هناك اليوم حشدا قويا لأن هناك إدراك بأنه مشروع القانون غير الدستوري بحسب تقييم المحكمة الدستورية العليا، المحكمة العليا في إسرائيل التي تلعب دور المحكمة الدستورية العليا، هذا يضعف من الديمقراطية في إسرائيل، يمثل تهديد لهوية إسرائيل كدولة ديمقراطية. ما الذي بيده رئيس الحكومة أن يفعله دكتور مائير، يعني كي يكسب ثقة من يتظاهرون في الشارع والذين تصفهم بأنهم ليسوا من المعارضين؟ يعني الشارع هو الذي يعترض اليوم، حتى أن هناك من أطلق عليه ربيع إسرائيلي ضد حكومة بن نتنياهو. وهذا صحيح. في الواقع هناك مبادرة قدمها الرئيس هيرتزوغ، وهذه المبادرة قوبلت بالترحيب من قبل المعارضة، أحزاب المعارضة، وكذلك من قبل قسم داخل الليكود، لا أقول منشقين، أعضاء كنيسة، ليسوا في الوزارة، ليسوا في الحكومة، ليسوا من المقربين لسيد نتنياهو، لم يعطي لهم حقائب وزارية، إنما هي محسوبة على المعارضة لنتنياهو داخل حزب الليكود على رأسهم رئيس الكنيسة الأسبق السيد يوليو إدلشتين وآخرين. وهؤلاء
يريدون الدفع بالليكود إلى الحوار وفقا لمبادرة أنا أعتقد أنه هذا هو الحل الأمثل، أن يقول السيد نتنياهو أنه باسم الوحدة الوطنية وبالحفاظ على المصالح العليا للبلاد وللشعب يذهب إلى لا ليتنازل عن مشروع القانون أو ليصحى مشروع القانون، ولكن على الأقل ليكون هناك سبيل للحوار مع المعارضة وربما للتوصل إلى صيغة توافقية. هذا هو الحد الأدنى. الحكومة تقول على مشروع القانون هذا، الحكومة على لسان وزير العدل عراب المشروع السيد ياريف ليفين يقول أنه مشروع قانون ثوري وغير مسبوق. أنا أعتقد أنه مشروع قانون ثوري وغير مسبوق لا يمكن أن يمرر بأغلبية النصف زائد واحد، يجب أن يكون أن يحتوي على أو أن يحظى بحد أدنى من الوفاق الوطني، الإجماع الوطني. طيب دكتور مائير، يعني المسألة لا تقتصر على عسكريين وضباط، هناك من يتحدث بأن رؤوس أموال تخرج من إسرائيل، يعني بعيدا عن حالة الضغط الذي تعيشه يعني بسبب هذه الحكومة، وإن كانت قصيرة المدة قصيرة الحكم يعني. صحيح، هو في الواقع أستاذ حسين يجب علينا أن نفهم، ويجب على المشاهد العربي الكريم مشاهد قناة الحدث كذلك أن يدرك أنه مسألة الديمقراطية ليست بروباغندا في إسرائيل، هذا جزء من هوية الدولة. الحركة الصهيونية بنت على أسس، إحدى هذه الأسس هو الديمقراطية، أيا كان الثمن هذا جزء من هوية الدولة. نقول دولة يهودية وديمقراطية أو ديمقراطية ويهودية. يهودية طبعا ليس بمعنى ديني، بمعنى قومي، بمعنى عبري، بمعنى عبرية، دولة عبرية، دولة الشعب العبري، ملجأ لكل يهودي مضطهد، عبري مضطهد في عبراني مضطهد على 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 الكرة الأرضية، ملجأ له للأمن، مكلات ليلى، ملجأ ليلى له. وفي نفس الوقت ديمقراطية، لا يمكن أن تكون هناك دولة صهيونية أي ملجأ ليهود العالم بدون أن تكون ديمقراطية. هذا جزء من هوية الدولة، وليس مجرد فقط أنه أحد يعني أساس النظام السياسي في إسرائيل أو طابع أو طابع إداري للنظام السياسي في إسرائيل، لكن هو جزء من الهوية. وبالتالي مسألة أنه تقويض، أن اليوم تسمع أعضاء كنيست يتحدثون بلغة يعني غير معهودة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، يقولون لك حينما تدفعهم إلى 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 الحائط لا يكون لهم أي زريعة وتثبت لهم أنه فعلا مشروع القانون هو يقوض من الديمقراطية ويضعفها وينسف مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يصبح لديهم أي إمكانية في أن يدافعوا عن أن هذا القانون الضغطي. أقول لك أوكي، لكن الديمقراطية ليست أهم شيء، يعني هناك اعتراف. أنا نفسي على قناتكم الكريمة نظرت وزير سابق الوزير أيوب قرى، وقال أنه الأمن القومي للبلاد. مع المرور سريعا بالوقت المتبقي دكتور مائير، بأنه ما من دولة قامت على أساس ديني، ما من دولة قامت على أساس ديني، مع المرور سريعا بعشرين ثانية، ما من دولة قامت على أساس ديني؟ لا يمكن أن تقوم دولة على أساس ديني أستاذ الكريم، وأنا أؤكد لك أن إسرائيل لم تبنى على أساس ديني. طيب. بنيت على أساس قومي. طيب. على أساس قومي. طيب. حينما نقول أن دولة يهودية معناها دولة عبرية، تعرف أنت يعني شريعة. إجابتك لابد أن أستخلص منها شيئا ما وأعود به إليك، وها أنا ذا أعود. شكرا جزيلا لك من القدس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية الدكتور مائير مصري. ساعة الأولى انتهت، إلى اللقاء بعد قليل ساعة ثانية. مشينا كل الدروب، سأخترب بالكاميرا، تبوا عقاركم يا سعد. دخلنا كل المدن من أقصى جنوب الجبهة الجنوبية لمأرب، وقفنا عند كل حدث لكنه رفض الإجابة على أي سؤال. هنا كانت تحصل عمليات القنص وأطلاق الرصاص، يقومون بضرب المصور. علينا الذهاب رفاق. على مدى 20 عاماً عيوننا ترصد الخبر. هذا المبنى قبل قليل قصف، وأبعاده وأثره، الملجأ الذي سندخل إليه. على مدى 20 عاماً كل ما يجري على الأرض في المناطق الساحلة أولوية لنا في كل الظروف والأماكن. في هناك صوت قصف. على مدى 20 عاماً
فقدنا زملاء لنا. لك الله يا عراق. من أجل إيصال الكلمة، من أجل المعلومات والخبر. في العراق الزميلة أطوار بهجات إضافة إلى زميلين آخرين. وفارق الحياة. لحظة الموت أجدها بكل تفاصيل. تعرض فريق قناة العربية في العراق إلى جريمة نكراء. أطوار هل تسمعين؟ وها نحن اليوم نتخطى الحواجز. المعارك هناك طاحنة جدا. تم تكسير أجهزة هنا في المكتب. نسارع الزمن والمتغيرات. هذه القذيفة سقطت إلى جانب عائلة كانت تحاول الهرب. نتتبع الخطى في سبيل المعرفة. دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. والخبر. سأحاول الاقتراب لكن سنكون حذرين. زياد حلبي العربية. الشرطة دفعت بنا بالقوة. الشرطة تمنعنا من التصوير. هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب أشعلت لتبقى وتدوم. القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية. دقائق معدودة وتنتهي مهلة الهدنة. هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لا محالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ الخطف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة. هل ما زالت كييف متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد حتى هذه اللحظة لا يوجد إقليم بشكل كامل في أيدي الروس سوى طبعا شبه جزيرة القرم. بدأ العملية ب 250 ألف دلوقتي بتوصل ل 700 ألف. هي حرب لا تزال تداعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرح نفسه، إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا 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 يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ ساعات ثقيلة توازي دهراً هي تلك التي تمر على السوريين والأتراك. صرخات استغاثة تسللت من بين ركام المنازل التي انهارت على رؤوس سكنها. Let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster. الزلزال المدمر بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، حيث لا تزال عيون العالم تراقب ما يجري في تركيا وفي سوريا. ما كنا نتهيأ لمثل هذه الفاجعة. هل هو سباق وصراع مع الزمن؟ هل فعلا متوقع حدوث زلزال ثالث؟ أعتقد أننا نحتاج إلى حالة طوارئ حقيقية. الصغيرة فيما لا تزال عمليات البحث الجارية على قدم الوسام وبوتيرة متسارعة. إن الظروف الجوية القاسية تعرقل عمليات الإنقاذ. الكاميرا هي التي سترصد المشهد. وتغطية مستمرة لزلزال القرن. تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، تغطية خاصة لعمليات الإنقاذ والبحث لحظة بلحظة. يا رب يكون حلم بارد صحيح يا رب. وقعت القذيفة الآن.
والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والمدنيين أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. وفاق وكالة الطاقة الذرية وطهران لم يضم يوماً واحداً، ونتنياهو يوبخ جروسي بفضل أذربيجان. إسرائيل على جبهة إيران الشمالية قواعد جوية ومراكز استخباراتية. بالجيل الثالث ومزدوجي الجنسية محاولات لإعادة بناء جديدة للإخوان. رغم تفوقها الجوي، لماذا فشلت روسيا في حسم المعركة الجوية في أوكرانيا؟ أهلا بكم. في الشأن النووي، نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أي اتفاق على تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية إنه لم يحدث أي نقاش أو اتفاق مع وفد مفتشي الوكالة الدولية الذي زار إيران مؤخرا لتركيب هذه الكاميرات. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد بعد عودته من إيران أنها وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وعلى زيادة وتيرة عمليات التفتيش. التناقض في التصريحات رافقه توبيخ إسرائيلي للوكالة الدولية. بدوره السفير الإسرائيلي في واشنطن قال إن بلاده والولايات المتحدة أقرب بكثير من أي وقت مضى فيما يتعلق بالملف الإيراني، مشددا أن إبرام اتفاق نووي مع إيران ليس خيارا مطروحا. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رد على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والمتعلقة باستهداف المنشآت النووية. وصف نتنياهو هذه التصريحات بأنها لا قيمة لها. وكان جروسي قال إن الوكالة تعارض أي هجوم على أي منشآت نووية في دولة كانت، وقال إن إيران تحاول تدمير إسرائيل وأن تل أبيب ستدافع عن نفسها. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית רפאל גרוסי, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, אמר עכשיו בטהרן שתקיפה ישראלית על מתקני הגרעין האיראנים מחוץ לחוק. רפאל גרוסי הוא אדם ראוי שאמר אמירה בלתי ראויה. تقرير دولي جديد يؤكد قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي. هذا التقرير الصادر عن معهد العلوم والأمن الدولي اعتمد على تحليل المعلومات التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية. التقرير كشف أن إيران يمكنها توفير ما يكفي من المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة لإنتاج قنبلة نووية خلال 12 يوما فقط. وأشار تقرير معهد العلوم والأمن الدولي إلى قدرة طهران أيضا على إنتاج 4 قنابل أخرى في غضون شهر. وأضاف التقرير أن النظام الإيراني يمكنه تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج 7 أنواع من الأسلحة النووية خلال 3 أشهر.
وسط تقارير مختلفة عن قرب تجاوز إيران العتبة النووية، تتخوف الدول الغربية من توجه طهران نحو اختبار سلاح نووي في أي لحظة. وكان أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف مؤخرا أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو إلى درجة 83.7%. وأثار هذا التسريب من داخل الوكالة الدولية المخاوف من إجراء إيران تجارب نووية سرية وفقا للتقرير. التقرير الذي نشرته واشنطن فري بيكون كشف أيضا أن إيران تتجه إلى إنشاء مواقع لتصنيع أجهزة طرد مركزية سرية أيضا، وهو ما اعتبره التقرير عرقلة لأي تحقيق مستقبلي بشأن برنامج إيران النووي. أكدت صحيفة هارتز الإسرائيلية اليوم أن العلاقة بين إسرائيل وأذربيجان تطورت عسكريا في الفترة الأخيرة، وكشفت عن تعهد أذربيجان لإسرائيل بالسماح لها باستخدام مطاراتها إذا أرادت شن هجوم ضد منشآت إيران النووية. وقالت إنه في السنوات السبع الماضية نقلت نحو 72 طائرة شحن أذربيجانية، نقلت هذه الطائرات معدات عسكرية من قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية عودة إلى باكو. هارتز أشارت إلى أن أذربيجان سمحت للموساد الإسرائيلي بتركيب أجهزة تنصت ومراقبة أنشطة إيران مقابل تسليحها. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي اخترقها الموساد نقلها من طهران إلى إسرائيل عبر أذربيجان. من بيروت ينضم إلينا الدكتور رائف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. مرحبا بك يا دكتور رائف. إلى أي حد بالفعل إسرائيل بحاجة إلى جغرافيا كي تصل إلى إيران، وبالتالي أذربيجان تقدم نفسها طوعا لذلك؟ تحتاج إسرائيل إلى عدة أمكنة وعدة طرق، بما فيها الطريق التركي الأذربيجاني أو على الحدود السورية التركية وصولا إلى أذربيجان، ومن أذربيجان ومن باكو تحديدا إلى شمال إيران في حال كانت تستهدف المفاعلات النووية أو المخازن النووية في شمال إيران وشمال طهران. أما في حال كانت تحتاج إلى بوشهر أو إلى الجنوب، استهداف الجنوب الإيراني، أنها تحتاج لطريق آخر ربما عبر البحر الأحمر والخليج العربي وصولا إلى هناك. وبكل الحالات بما أن إسرائيل تمتلك طائرات الفانتوم 35 تستطيع أن تستهدف إيران من أي بقعة شاءت، ولا سيما على علو، في أولا علو منخفض وعند العودة على علو مرتفع، لا سيما إذا كانت قد مارست الحرب الإلكترونية وغطت وشوشت على الرادارات وغطت كل الأجهزة الممكن أن تلتقط تحركاتها. إسرائيل تستطيع أيضا إضافة إلى هذا المنحة أن تستهدف بالصواريخ الكروز، كما أنه إذا كانت أمريكا مشاركة في هذا الاستهداف يمكن أيضا استهداف من البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو من قاعدة غارسيا ومن بريطانيا أيضا ممكن استهداف
المفاعلات النووية أو الأسلحة النووية المخزنة في إيران في عدة أمكنة، وكانت إيران قد تحسبت لهذا الواقع ووزعت أماكن التخصيب إلى أكثر من 8 أماكن، ووزعت أيضا أماكن التخزين إلى ما يفوق 10 أماكن. وهنا نعم دكتور رئيف، ألا يضع أذربيجان في مرمى الاستهداف الإيراني، خاصة بعد ما حصل مؤخرا مع أرمينيا والدعم الذي قدمته بعض الدول لأرمينيا؟ كيف يمكن يعني أن تخلص نفسها من هكذا عبء مثلا؟ هنا يفسر لماذا إيران اتخذت في الصراع ما بين ناغورني كاراباخ أو الصراع الأرميني الأذربيجاني، أخذت موقفا محابيا لأرمينيا، وساهمت بشكل أو بآخر بدعم أرمينيا بوجه أذربيجان في حرب ناغورني كاراباخ، بينما تركيا كانت تستهدف أيضا إيصال منطقة نختشيفان التي الموجودة على الحدود التركية مع الأراضي الأزرية الأم، وبالتالي قطع الطريق والمواصلات ما بين أرمينيا وإيران. من هنا نفسر لماذا خلقت إيران فرقة ميليشياوية داخلية في داخل أذربيجان، إنما هي موجودة على حدود إيران، وتستهدف أيضا الحكم الموجود في أذربيجان، وترفض هذا التعاون ما بين أذربيجان وإسرائيل. إنما قد سبق السيف العزل، وهناك تعاون جدي ما بين أذربيجان وإسرائيل في هذا المنحى، وهناك مطارات وقواعد وتعاون عسكري ومسيرات إسرائيلية موجودة على الأراضي الأزرية، وتستهدف الرقابة والرادارات الموجودة على الحدود ما بين أذربيجان وإيران. طيب بالنسبة لهذه النقاط استعرضناها معك يا دكتور رئيف، الآن العودة إلى الملف الرئيس هو الاتفاق النووي. عندما يتحدث مسؤولون من وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بأن زيارة جروسي إلى الداخل الإيراني تبدد يعني نظريات ما سموه بين قوسين الأعداء، هل تعتبر طهران أن هذه الزيارة نصر لها في اللحظة التي هي محتاجة أي شيء كي تبني عليه من أجل مفاوضات جديدة؟ بالعكس تماما، لقد اشترط جروسي أن يكون أن يقوم الرئيس رئيسي باستقباله، ولقد وافقت إيران سلفا على أن يقوم رئيسي باستقبال جروسي. وإيران تحتاج في هذه المرحلة قبل اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحاجة إلى أن تقدم تنازلات لكي تكسب إبعاد أو استبعاد تحويل إيران إلى مجلس الأمن مجددا تحت البند الموجود في الاتفاق السابق المسمى سناب باك أو آلية الزناد. فكلما كانت كلما كان مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة يريد أن يجتمع اجتماعا فصليا 4 مرات بالسنة، تقدم إيران تنازل شكلي لتعود في ثاني يوم وتلتف عند انتهاء هذا الاجتماع وعدم صدور بيان عنيف بوجه إيران، أو أن عند تمنع هذا المجلس من تحويل إيران مجددا إلى مجلس الأمن تعود إيران للالتفاف على هذه التنازلات الشكلية. وهذا ما حصل اليوم. بالأمس صرح جروسي أنه اتفق مع الإيرانيين على وضع كاميرات جديدة ووضع سيم كارت جديد ضمن هذه، وذاكرة جديدة والحصول على الذاكرة والداتا من الإيرانيين. اليوم كمالوندي الناطق باسم الوكالة الإيرانية قد ذكر أن هذا الاتفاق لم يجري ولم يتم الاتفاق. كل ما في الأمر أن رئيسي اجتمع بجروسي وصرح له بأن إيران مستعدة عن حسن نية للمساعدة بالتحقيق وبالإشراف، إنما على الأرض هناك اجتماع تقني آخر جديد
هذا الاجتماع التقني الآخر جديد سيتضمن التفاصيل، وعند التفاصيل هناك التفاصيل تقول بأنها وصلت إلى نسبة كبيرة جدا يا دكتور رئيف من إنتاج قنبلة نووية. هل هي ذريعة لكلا الطرفين من أجل أن يوقع هذا الاتفاق، سواء الجانب الغربي واشنطن والداخل الإيراني؟ للأسف سبق اجتماع جروسي ورحلة جروسي إلى طهران اجتماعات في مسقط وفي بلد آخر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وإيران من ناحية ثانية، ووفقا لهذا الاجتماع تم إرسال جروسي إلى إيران، وإيران استفادت قبل اجتماع مجلس المحافظين في فيينا لكي تقدم بعض التنازلات الشكلية مقابل أن تحصل على مهلة إضافية تستفيد منها، وهذا الاجتماع لم يؤدي عمليا إلا إلى اتفاق على أن تأتي وفود فنية جديدة إلى إيران وتعمد على الاتفاق جديد حول التفاصيل. ومن هنا هناك مصلحة أمريكية اليوم بظل الحرب الأوكرانية وبظل انشغال أوروبا، وهناك مصلحة أوروبية أيضا بعدم فتح باب الحرب النووية على إيران وبالتالي أو استهداف إيران، وبالتالي هناك ضغط جدي على إسرائيل، ووزير الدفاع الأمريكي موجود في المنطقة يزور مصر والأردن وإسرائيل للحد من تطلعات نتنياهو. وما قاله اليوم نتنياهو بوجه جروسي وما قاله جروسي بالأمس بوجه نتنياهو وعن حق الدفاع، قد قال جروسي أن لا يمكن لأي بلد استهداف المفاعلات النووية في أي بلد آخر. نعم. بينما منظمة الأمم المتحدة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة تتكلم عن حق الدفاع، هنا يختلف مفهوم حق الدفاع. في الماضي في العام 1945 كان حق الدفاع يقتضي الدفاع عن الحدود أو بحال الهجوم على بلد آخر، أما اليوم حق الدفاع بظل الصواريخ العابرة للقارات وبظل السلاح النووي والمسافة القصيرة ما بين إيران وإسرائيل التي لا تتجاوز 25 دقيقة، هنا يختلف حق الدفاع الذي للأسف مارسته إسرائيل في العراق ومارسته في سوريا. شكرا. وربما أيضا ستمارسه في إيران. نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور رئيف خوري، الأستاذ المحاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. شكرا دكتور رئيف. يدخل ملف الرهينة البلجيكية المعتقل في إيران أوليفي فانديكسيل ودبلوماسي الإيراني المعتقل في بلجيكا على خلفية مخطط إرهابي فاشل، يدخل أسابيع حاسمة بعد تأكيد المحكمة الدستورية البلجيكية على دستورية المعاهدة المبرمة مع إيران حول تبادل السجناء وتوصيتها إلى الحكومة بواجب إبلاغ ضحايا المخطط الإرهابي بصفة مسبقة قبل تسليم أسد الله أسدي إلى بلاده. رفض المحكمة الدستورية البلجيكية طلب إلغاء المعاهدة المبرمة مع إيران حول تبادل السجناء يفتح الباب أمام إمكانية عودة الرهينة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المعتقل في إيران في مقابل إفراج بلجيكا عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المعتقل لديها، أفق يظل معقدا رغم قرار أعلى هيئة قضائية في البلاد. إنها المرة الثالثة التي تتخذ فيها المحكمة الدستورية قرارا يتناقض مع قرارها الأول حيث علقت تنفيذ المعاهدة في مرحلة أولى، كان القرار مفاجئا نسبيا. هذا الملف يشهد تطورات استثنائية، وأعتقد أن المحكمة لم تتجاهل ضغط الرأي العام لكنها توصلت إلى قرار متوازن. المحكمة الدستورية رفضت طلب إلغاء المعاهدة الذي قدمه ممثلو المعارضة الإيرانية، قرار يمكن الحكومة البلجيكية من التمهيد الإجرائي لتنفيذ المعاهدة. القرار يأمر أيضا الحكومة البلجيكية بإبلاغ ضحايا المخطط الإرهابي الفاشل قبل الإفراج عن الدبلوماسي المعتقل كي يتمكنوا من التظلم أمام المحكمة الابتدائية.
إذا خسرنا القضية أمام المحكمة الابتدائية وقمنا بالطعن في قرارها أمام محكمة الاستئناف، فإن ذلك لا يمنع الحكومة من تبادل السجناء. أما إذا خسرت الحكومة وطعنت في قرار المحكمة الابتدائية، فلا يمكنها في الوقت نفسه تنفيذ المعاهدة بحكم وجود قرار قضائي. أمام الحكومة البلجيكية أسابيع قليلة لتبادل وثيقة المعاهدة الرسمية مع الجانب الإيراني، حيث يستخدم الرهينة البلجيكي ورقة مقايضة لاستعادة أسد الله أسدي. ملف معقد تداعياته تتجاوز حتما نطاق العلاقات الثنائية بين بلجيكا وإيران. قرار المحكمة الدستورية يعكس الحرص على إنقاذ حياة الرهينة البلجيكي أوليفييه فان دي كاستيل من سجنه الإيراني، دون أن يتجاهل حقوق ضحايا المخطط الإرهابي الفاشل الذي قاده الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المعتقل في بلجيكا. قرار لا يحسم المعركة القانونية بين الأطراف المعنية. نور الدين الفريد، الحدث، بروكسل. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا السجن 10 سنوات لابنة خيرة الشاطر وإدراجها بقوائم الإرهاب. تتواصل الاحتجاجات في إيران وتتسع لتشمل 30 محافظة. الشارع بلغ نقطة الغضب القصوى. الناس سئموا من النظام وسلوكياته. إلى متى ممكن أن تستمر هذه المظاهرات بالرغم من القمع الذي تمارسه السلطات في إيران؟ السلطات الإيرانية وفقاً لنت بلوكس عمدت إلى تعطيل خدمات تطبيقي واتساب وإنستغرام. Ms. Amini's tragic death and allegations of torture and ill-treatment must be promptly and effectively investigated. الغضب الشعبي الذي أيقظه مجدداً مقتل الشابة مهسا أميني يزداد توسعاً. هذه المظاهرة جاءت بدعوة من قبل الأحزاب السياسية ولبى لها الجانب المدني والشارع العادي. هل تختلف هذه التظاهرات في الداخل الإيراني عن سابقاتها؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. قضت الدائرة الأولى إرهاب بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد لإدانتهم بتمويل جماعة الأخوان الإرهابية والانضمام لها، كما عاقبت المحكمة 7 متهمين آخرين بالسجن مدة 15 عاما في الاتهامات ذاتها، وعاقبت 4 آخرين من بينهم عائشة ابنة خيرة الشاطر نائب مرشدي الأخوان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما حصل متهمان 2 على حكم بالسجن المشدد أيضا لمدة 5 سنوات. وقضت المحكمة ببراءة متهم واحد مما نسب إليه. بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لجماعة الإخوان منذ ثورة يونيو 2013 في مصر وما شاهدته من انقسامات وتشظ، بدأت الجماعة بمحاولة إعادة بناء جديد للتنظيم من الخارج وبقيادات جديدة وشبابية وتحمل جنسيات أجنبية، هذا ما اعتمد عليه التنظيم بالإضافة لجنسيتهم المصرية. إعادة بناء الجماعة من جديد لن تكون قاصرة على تغيير القيادات
ولا تجديد الخطاب الإخواني، بل ستكون بملامح حصرية حديثة وبأفكار تحررية تتفق مع تقاليد الغرب. وصولا إلى السلطة وبعد وصولها إلى السلطة تبدأ الجماعة في الكشف عن ذاتها وأنيابها. وبحسب المعلومات فإن جماعة الإخوان بدأت من خلال أبناء القيادات المقيمة في أوروبا في استقطاب وتجنيد الشباب المصري، منها على سبيل المثال محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، والذي يعمل ضمن المنظمة الحقوقية المعروفة باسم المنبر المصري لحقوق الإنسان، وهي منظمة إخوانية تعمل ما بين أوروبا وأمريكا. ووفقا للمعلومات يتولى سلطان الذي أفرجت عنه مصر عام 2015 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة يتولى مهمة اختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية بالتعاون مع خلف بيومي رئيس مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان مقرها في لندن. كما يتولى سلطان تشكيل شبكات اتصال مع الأجيال الجديدة من المصريين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة لضمها إلى جماعة الإخوان بالتعاون مع القيادي الإخواني المقيم في الولايات المتحدة أحمد شحاتة. المعلومات تكشف أيضا أن المنظمات الحقوقية التي يديرها أبناء قيادات إخوانية في الغرب Human Rights Monitor في لندن تديرها سلمى أشرف عبد الغفار ابنة أشرف عبد الغفار القيادي الإخواني، وتعمل أغلب قضايا هذه المنظمة ضد أحكام بالسجن والإعدام أصدرتها محاكم مصرية بحق شباب الجماعة من أجل زيادة الضغط الدولي للأفراج عنهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا في طليعة صفوف الجماعة. ويبدو أن محاولة إعادة بناء الجماعة ليست بالجديدة، إذ يرى مراقبون أنه مع بداية التسعينيات في أوروبا تكونت عدد من المنظمات بسيطرة إخوانية لإعادة بناء صفوف الجماعة والعودة إلى المشهد بصورة مختلفة عن التي ترسخت لدى المجتمعات. من القاهرة ينضم إلينا ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة. مرحبا بك يا أستاذ ماهر. متى بدأت جماعة الإخوان الاعتماد على الأجيال التي نشأت مع ذويها مع والديها؟ هل البدء مؤسس له منذ سنوات طويلة أو الاعتماد عليه كان قريبا الآن بسبب الضيق الذي تشعر به هذه الجماعة؟ تحياتي أولا لسيادتك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن البدايات كانت من تأسيس وجود إخواني في الدول الغربية وفي أمريكا الشمالية أو اللاتينية. هذا الوجود وهذا التوطين الإخواني قديم جدا. هناك مراكز، اتحادات طلاب، مراكز إسلامية، جمعيات خيرية، منظمات ثقافية تعتمد عليها الجماعة، وهي وجهات للجماعة لا تحمل اسم الإخوان المسلمين. الجيل الجديد من الفرع المصري لجماعة الإخوان المسلمين، وهو من أبناء المهاجرين ومن الجيل الثالث من المهاجرين من الإخوان المسلمين مثل خالد لماضة، أحمد شحاتة، سلمى أشرف عبد الغفار وغيرهم من هؤلاء الجيل، هم الجيل الذين يتكلمون بلغة أهل هذه البلاد، درسوا في الغرب، تعلموا بنفس اللغة، انضموا إلى اليسار، أحزاب اليسار في الغرب. هذه الخطة بدأت تقريبا بعد عام 2013، ومن خلال هذه الخطة رأينا أن الإخوان تعتمد في جانب كبير منها على عدة أشياء أو عدة محاور. المحور الأول هو الرأسمالية المعولمة، يعني اختراق أو التعاون مع الرأسماليين في الغرب وعمل شراكات اقتصادية. هذا المحور الأول. المحور الثاني المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الثقافية، يعني وهذا يتم إما عبر اختراق
أو عبر تحالف أو عبر إنشاء منظمات جديدة كما قام بفعل ذلك محمد سلطان على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية. والمحور الثالث هو محور التعاون مع الأناركيين، يعني الذين يريدون الهدم الدول والثورية الهدامة داخل الدول. على هذه المحاور يشتغل الإخوان ويشتغل هذا الجيل الجديد، وهذا الجيل الجديد جيل عصراني أكثر، جيل يتزيى بزي الغرب، يتكلم بلغتهم، يعرف ثقافتهم، وهذه هي الخطورة في الحقيقة. ومن هنا يعني رأينا من خلال هذه الخطة بروز أسماء كثيرة جدا، طبعا أبرزهم ما مدى ثقة عبد الغفار قادة الجماعة بهؤلاء العناصر الجديدة يا أستاذ ماهر؟ يعني ألا يمكن أن تكون معايشة الغرب، من الممكن أن تكون حالة اختراق بالاتجاه العكسي مثلا، يعني حتى وإن كان ابن قيادي، ألا يمكن أن يكون مختلفا؟ تفضل. طبعا بكل تأكيد، لكن في النهاية هم يكسبان معا، يعني هذه ضريبة الحرب، يمكن أن يكسب الإخوان، يمكن أن يخسروا في ذات الوقت، لكن هناك مكاسب بكل تأكيد ستحققها الجماعة من ذلك حتى لو تم اختراقها عن طريق هؤلاء الأفراد. لكن هؤلاء الأفراد يؤدون دورا محددا بعينه. يعني أنا ضد التصور الكبير الذي يقول أن محمد سلطان هو المرشد القادم أو أنه القيادي الكبير الذي يحرك الإخوان في الغرب. لا، هم مجموعة من الشباب تعتمد عليهم الجماعة، يعملون في جانب محدد وهو جانب المنظمات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية في هذا الجانب فقط، ويتحركون في هذا الإطار فقط. يعني كل هؤلاء خالد لماضة، أحمد شحاتة، غيرهم لا, لا, لا يوكل إليهم أدوار تنظيمية أكثر من ذلك. لكن هذا الدور دور ليس سهل، لكنه دور يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى مكاسب للجماعة حتى لو تم اختراق الجماعة منها، لكنها ستكون محددة بهذه الجوانب اللي هي لا مركزية، يعني لا تعمل بشكل مركزي مع جماعة الإخوان، مع التنظيم ومكتب الإرشاد بشكل مباشر، لكنهم يتحركون في الإطار الغربي مع منطقة الغربية. نحن نعلم أن الإخوان 9 مناطق، وقسمون العالم إلى 9 مناطق في العالم، وهذه المنطقة الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكا اللاتينية، هي منطقة يديرها قيادي إخواني، وهم يتحركون من خلال هذا القيادي الإخواني فقط. فإذا إذا كانت هناك خسارة سوف يكون هناك مكاسب بكل تأكيد، لكن علينا أن نعي أن هذه الخطة هي خطة ألوية وأزرع لجماعة الإخوان المسلمين، وهي خطة جديدة قديمة جديدة. كان الإخوان في القديم يعملون على هيئة اخطبوط، على هيئة رأس، وله منظمات وأفرع وأزرع كثيرة، لكن كنت إذا قطعت الرأس انتهى التنظيم، وهذا ما حدث في الستينات وفيما قبل في عام 54. الآن هم يعتمدون على الألوية وعلى الأزرع التي المنفصلة عن بعضها، يعني خطة الأزرع الخمس للإخوان: الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الدعوي، التنظيم الميداني، التنظيم السياسي، التنظيم الحقوقي. أيهما الأكثر فعالية من القطاعات الخمس الآن يا أستاذ ماهر؟ أي من القطاعات الخمس الآن أكثر فعالية ويركز عليه كثيرا في أن يجذب المزيد بعد النكسات التي حصلت لهذه الجماعة؟ الإخوان بكل تأكيد، يعني لديها جناح خارجي وداخلي. الجناح الخارجي لجماعة الإخوان هو أداة قوة لديها طوال التاريخ. يعني الإخوان مثلا في مصر الآن هو تنظيمها الميداني انتهى تماما، في تونس ضعفت، في المغرب، في شمال أفريقيا، لا، وهم يعتمدون في كل قطر من الأقطار على تنظيم خارجي لهم. أعتقد أن في هذا التنظيم الخارجي أن زراع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والجانب الإعلامي والسوشيال وغيرها هو جوانب هم يتفوقون فيها، نظرا لأنهم يتمتعون بحرية أكثر، يعتمدون على شباب وعلى أعمار جديدة وعلى جيل جديد، لديهم التمويل الكافي في الغرب، لديهم تعاون وتحالفات في الغرب لم يستطيعوا أن ينسجوها في الداخل المصري مثلا على سبيل المثال. ومن ثم هذه الحرية وفق القوانين الغربية، الاستفادة بالقوانين الغربية وبقوانين الغرب التي مكنتهم من ذلك، وبتجنيدهم أو بتعاونهم مع أجهزة استخبارات ومع خطة
غربية لدعم الإسلام السياسي في فترة من الفترات في فترة أوباما على سبيل المثال، وهذا ما تكلمت عنه هيلاري كلينتون في مذكراتها، أن هذا كله أعطاهم هذه المساحة من الحرية. ومن ثم رأينا حتى في الإسلام السياسي على سبيل المثال أنهم حتى يتحكمون في أشياء غاية في الخطورة، مثلا مثل الحوكمة لمواقع التواصل، ورأينا توكل كرمان على سبيل المثال من ضمن هذه الحوكمة وغيرها من المسائل. إذن هذه الحرية هي التي تعطيهم أفضلية، تعطيهم قوة، ولذلك الجانب القوي في المحاور الخمسة هو جانب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع. طيب إذا كان هذا الأسلوب يعتمد منهجية التأثير في الخارج سواء أمريكا أو أوروبا أو غيرها، ما مهمة الداخل ومهمات الحكومات المتضررة من سلوكيات هذا التنظيم بكشف هذا الدور لهذه الدول التي يعمل بها هؤلاء أو أبناؤهم أو بناتهم؟ أعتقد أن كل حكومة عليه دور كبير جدا، لكن لو أنا أتكلمت عن الواقع المصري باعتبار أنني من مصر، إذن سأجد أن التنظيم الميداني على الأرض كأسر كاجتماعات كمكتب إرشاد كله انتهى عمليا على الأرض، وهناك أدوار منوطة، وأنت تكلمت عن قضية عائشة الشاطر منذ قليل، أدوار منوطة مثلا بالتنظيم النسائي بأشياء اجتماعية، أشياء للتمويل، أشياء للترويج، لكنها لا تعد فوق ذلك أكثر من ذلك. إذن الدور الكبير هو منوط للجناح الخارجي للتنظيم فقط، وهو ما يتحرك به التنظيم الآن، يتحرك عبر الأزرع الإعلامية، يتحرك عبر أزرع منظمات الحقوقية، يتحرك عبر التنظيم الاقتصادي السري لترويج أو لعمل مشاريع تنفق على التنظيم في الداخل أو على أسر المسجونين في الداخل. هذه فقط حركية الإخوان الجديدة. إذن الكمون الإخواني يعني يوازيه في الخارج حركية إخوانية بشكل جديد، وهو ما سنلاحظه في كل الأقطار حتى في الوطن العربي، لأن هناك حركية إخوانية جديدة. على سبيل المثال لو ضربت مثل خطير جدا للحركية الإخوانية، وهي مثلا منتديات الوسطية العالمية، ونحن نرى المنتدى للوسطية الذي في ماليزيا كل عام الذي يحضره أكثر من 130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. إذن الإخوان يتحركون عبر أزرع جديدة وعبر واجهات جديدة غير التي تعودنا عليها من قبل، مثل منتديات الوسطية، منظمات حقوقية وغيرها من هذه الأشكال الجديدة. شكرا جزيلا لك من القاهرة ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة. تاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا أوكرانيا تمهد لخسارة باخموت، وزيلنسكي يصف معركة الدنباس بالمؤلمة. بهذا العاجل الآن، فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل أو طلب إلينا من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية.
أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن قوات كييف تخوض معركة مؤلمة وصعبة في دونباس التي تضم مدينة باخموت. وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في خطابه اليومي إنه فخور بشجاعة وصمود الجنود الذين يقاتلون في باخموت، مضيفا أن هذه واحدة من أصعب المعارك. بدوره قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك إن الجيش سيواصل الدفاع عن باخموت، ولكن يمكن أن يتوقف إذا لم يجد أهمية استراتيجية للمدينة. عملية الإجلاء من باخموت أصبحت مستحيلة بسبب تواصل القصف. كما قال رئيسنا من قبل فإن الجيش سيواصل الدفاع عن باخموت كلما استطاع ذلك، لكن هذا لا يعني أننا سنواصل الدفاع عنها إذا لم نرى ضرورة عسكرية، لأننا نكترث لحياة جنودنا. إننا لن ندافع عنها بأي ثمن. نحن نقاوم في باخموت، وهذا سمح لجيشنا بالدفاع عن جبهات أخرى. مع زيادة معارك باخموت شراسة تتضاءل فرص كييف في إبقاء المدينة شبه المحاصرة تحت سيطرتها رغم المقاومة الشرسة لمن تبقى من الجيش في مواجهة قوات موسكو، حيث يتبقى سيناريوهان يحكمان مصير المدينة. بين هذه الصور وهذه نصر وهزيمة وشيكان، لم يبت فيها بعد من الغالب ومن المغلوب، لكن الحديث اليوم عن تضاؤل فرص المقاومين الأوكرانيين في باخموت. المعركة في المدينة منذ أغسطس الماضي، ووفقا لآخر المعلومات تبدو قريبة بنهايتها، نهاية لا يريد كلا المتحاربين الخروج منها مهزومة. سيناريوهان لا ثالث لهما أمام كييف في باخموت، إما الانسحاب خلصة بعد تدمير الجسور والطرق لكسب الوقت وإبطاء القوات الروسية ومنعها من التوجه غربا في العمق الأوكراني، أو الانتظار حتى الاستسلام. لكن هذا الخيار قد ينتهي بكارثة عسكرية بالنسبة إلى القوات المدافعة عن المدينة. بالمقابل تعمل روسيا على قطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية في قلب المدينة وضرب طوق كامل حولها. المقاومة الأوكرانية المستمرة منذ 8 أشهر استنزفت الكثير من قدرات القوات المهاجمة، حيث تسعى كييف لانسحاب محكم وبشروط هي من يصوغها على أرض المعركة. خلال الهجوم يتقدمون في مجموعات من 25 أو 20 عنصراً، نحن نبذل قصارى جهدنا لضربهم. هناك الكثير منهم ماتوا وجثثهم منتشرة في جميع أنحاء الميدان. بين ترقب لنصر وهزيمة في باخموت، قد تكون الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت، مفاجآت قد تأتي بانتصار رمزي انتظرته موسكو طويلا، وهزيمة لا تريدها كييف وإن كانت بطعم النصر. قالت شبكة CNN الأمريكية أن واشنطن تعمل مع طيارين أوكرانيين في الولايات المتحدة لتحديد المدة التي سيستغرقها تدريبهم على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16. ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي تصريحات بأنه يوجد طياران أوكرانيان في قاعدة عسكرية في أمريكا، حيث يتم اختبار مهارتهما وتقديم المشورة بشكل أفضل حول كيفية تطوير قدراتهم الخاصة بخصوص طائرات F-16. رغم أنها تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث القوى الجوية، غير أن روسيا فشلت إلى الآن بحسم المعركة الجوية في أوكرانيا وفق صحيفة التايمز البريطانية. ولكن ما سبب فشل الروس في حرب السماء هذه؟
يعود ذلك إلى حد كبير إلى التقليل الروسي المستمر من تقدير قدرات أوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الأرضي بحسب الصحيفة ذاتها، إذ كانت صواريخ أرض جو سام والتي تستخدم تكنولوجيا الرادار تستخدم هذه الرادار لتحديد وتحييد التهديدات القادمة محورية في نجاح أوكرانيا حتى الآن في وقف التهديدات الجوية الروسية. صحيح أنه في المدن الأوكرانية المحاصرة مثل ماريوبول تمكنت روسيا من تدمير صواريخ سام الأوكرانية وقصف المدينة بالصواريخ، غير أنه بحلول سبتمبر تغيرت معركة السماء مرة أخرى بعدما اشترت روسيا مسيرات من إيران رخيصة. هذه المسيرات من طراز شاهد 136، واستخدم الروس هذه الطائرات بشكل مكثف طوال شهر أكتوبر. تبلغ تكلفة تلك المسيرات حوالي 25,000 دولار، لكنها بطيئة وتصدر ضجيجا وبالتالي يسهل إسقاطها. لذا أسقطت أوكرانيا بالفعل نحو 85% من هذه الطائرات في أكتوبر وفقا لمسؤولين أوكرانيين. فعليا لا يزال التنافس على التفوق الجوي عاملا حاسما محتملا في الحرب، ولهذا السبب يمكن أن يكون للتحديث الكبير لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية في أوكرانيا واقعا مؤثرا على نتيجة الصراع. بل وكانت هناك مناقشات حول قيام الغرب بتصنيع نسخ من صواريخ سام السوفيتية وذخيرة متوافقة لمساعدة أوكرانيا، وربما تكون الأولوية الأكبر حاليا هي الحفاظ على صواريخ سام الأوكرانية لأنها تتطلب ذخيرة من الحقبة السوفيتية لم تعد تصنع بحسب صحيفة التايمز. مراحل الحرب الجوية في أوكرانيا. في فبراير عام 2022 بدأت العملية العسكرية الروسية بضربات جوية على جميع أنحاء أوكرانيا. امتدت الحرب الجوية منذ بدء الحرب حتى نهاية أبريل عام 2022، حيث كثف الطيران الروسي من قصفه. كما نفذت روسيا 200 طلعة جوية يومياً في شهرها الأول من الحرب، مقارنة بخمس إلى عشر طلعات جوية نفذتها أوكرانيا. وبحلول نهاية الربيع العام الماضي تغيرت طبيعة الحرب الجوية وتركزت المواجهات في الشرق. في أبريل من عام 2022 تخلى الروس عن طلعات جوية تخترق الخطوط الأمامية. أما في سبتمبر عام 2022 تغيرت معركة السماء مرة أخرى بعدما اشترت روسيا مسيرات إيرانية رخيصة، واستخدم الروس المسيرات طوال شهر أكتوبر الماضي لضرب البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا. دأبت أوكرانيا على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة بما في ذلك طائرات F-16. من عمان ينضم إلينا لواء الركن محمد محمود الثلجي المحلل العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة اللواء. لماذا لم تستطع موسكو حتى اللحظة حسم المعركة رغم أنها تتفوق جويا؟ مساء الخير لك سيدي والأخوة المشاهدين. حقيقة يعني هذا الموضوع هو جدير بالاهتمام والمناقشة، وبالرغم من أنه لم يطرح كثيرا ولكن هو جدير بالنظر إليه نظرا لما كان يتوقعه معظم الخبراء والمحللين في أن روسيا كانت تمتلك تفوقا كبيرا وهائلا في قواتها الجوية، وكان هذا التفوق هو عاملا حيويا في توقع أن تحسم روسيا المعركة مبكرا وأن تدخل كييف بدعم قواتها البرية المتحركة من حدودها باتجاه العاصمة وأيضا باتجاه المدن الأخرى. وكانت هذا التفوق الجوي كان يمكن أن يكون عامل الحسم، ولكن كانت هنالك عوامل عديدة جدا أدت إلى أن تفشل روسيا إلى هذه اللحظة، وهي تصارع الآن في السيطرة على السماء وتصارع في السيطرة على الأجواء الأوكرانية. من العوامل الرئيسية، ودعني أعود ربما إلى ما قبل الحرب، روسيا قامت سيدي بعملية تحديث كبيرة جدا لقواتها الجوية، ولكن هذه عمليات التحديث هذه أدخلت الكثير من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وقامت بتصنيع طائرات متفوقة وطائرات تمتلك تكنولوجيا كبيرة جدا. ولكن هذا التحديث لم يرافقه تحديثا في
تطوير العامل البشري الذي سيستخدم هذه الطائرات وسيستخدم هذه التقنيات الجوية. وظلت القوات الروسية محافظة على تقاليدها السوفيتية القديمة في تأهيل العامل البشري، والذي لم يواكب تأهيله تأهيل المعدات وتأهيل الطائرات حتى يتمكن من استخدامها بما يناسب متطلبات الحرب الحديثة والمعقدة. وبالتالي كان هنالك تباطؤا، وكان هنالك تراجعا، وكان هنالك تنبؤا أيضا من قبل الجانب الأوكراني بمجريات العمليات الجوية التي ستتبناها روسيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، الخبرات الجوية التي اكتسبتها القوات الروسية مؤخرا، سواء كانت في سوريا للأسف أو في جورجيا أو في الشيشان، هي كانت خبرات جوية وهمية بسبب أن القتال كان ضد قوات لا تمتلك وسائل دفاع جوي ولا تمتلك وسائل للسيطرة الجوية، وبالتالي كانت الحرب الجوية من طرف واحد. وهذه الخبرات لم تكن لتخدم أهداف القوات الجوية في أوكرانيا، وبالتالي حينما تفاجأوا. تفضل سيدي. طيب سيادة اللواء، مسألة التشابه بين المنظومتين العسكريتين باعتبارهما من مدرسة واحدة، إلى أي حد بالفعل فهم الأوكران الروس وبالتالي تعاملوا بطريقة ذكية جدا بأنه لا يمكنكم التدرب في أرضنا، لا يمكنكم أن تتقدموا لأن ما تمتلكونه أنتم نمتلكه نحن؟ بالضبط سيدي، أوافقك الرأي. بالرغم من أن الجيش الروسي والجيش الأوكراني ينتميان إلى نفس المدرسة العسكرية الفكرية، ولكن يجب أن نعلم بأنه منذ عام 2008 وبالتحديد أيضا بدأ تكثيف التدريب من عام 2014 لأوكرانيا داخل مدارس الناتو، وأنا شخصيا حضرت العديد من الدورات يعني في مدارس الناتو، وكان هنالك الكثير من الضباط الأوكرانيين في بريطانيا، في ألمانيا، في الولايات المتحدة، وفي في في معاهد تدريب عديدة. كان هنالك اتجاه بتغيير الفكر العسكري الأوكراني منذ حوالي 10 سنوات، وبالتالي التخلي عن العقيدة السوفيتية القديمة والتي لم تعد تصلح. هذا يثبت يا باشا، هذا يثبت يا باشا مسألة الهواجس لدى روسيا. إذا كان التدريب بدأ منذ 2014 وما قبل ذلك، يبدو بأن شيئا ما كان يحضر من الناتو، وتقول موسكو بأن موجات التقدم باتجاه أراضيها غير شرعية، وبالتالي لابد أن أعمل قطع لهذا الموضوع. بالضبط سيدي، وهذا ما أعلن عنه مرارا عديدة الرئيس بوتين، وقال منذ 2014 توجهات أوكرانيا لم تترك خيارا لنا إلا شن العمليات العسكرية، وهذا ما كان يدبيه الرئيس بوتين وربما الكثير من المسؤولين الروس في هذا الصدد. طيب مسألة يعني الاستمرار المعارك بهذا الشكل، يعني من وجهة نظرك سيادة اللواء، من الممكن أن تصل يعني معدات تغير المعادلة بطريقة أكبر لصالح الروس؟ يعني باخموت الآن يقول فاغنر وقائد فاغنر بأنها تقريبا شبه خالصة. يعني سيدي نعم، أظن بأن الأوكران قد حققوا الهدف من معركة باخموت، ولا أظن بأن الأوكرانيين يعني كانت باخموت يعني حقيقة هي مدينة كبيرة تعني لهم شيء كثير، لا يريدون التخلي عن أي جزء أو أي شبر يعني من الأراضي الأوكرانية، ولكن كان الصمود في باخموت يعني لهم الكثير، وهو كسب الوقت مقابل الأرض. هم يعرفوا تماما بأنهم سيتخلوا عن باخموت، وأن القوات الروسية قد تحكم السيطرة وقد تدخل المدينة وقد يضطروا للانسحاب في أي وقت، ولكن الهدف الأغلى الذي كان يسعى إليه الأوكران هو كسب الوقت حتى وصول المعدات ووصول الإمدادات من الغرب، وبالتالي استخدام هذه المعدات في الوقت المناسب والتحضير لمعركة الربيع، والذي يمكن أن تكون يعني يمكن أن تبدأ في الشهر القادم أو الشهر الذي يليه. وبالتالي كسب الوقت هو كان عامل مهم جدا بالنسبة للقوات الأوكرانية حتى تستطيع يعني لملمت أوراقها وتنظيم قواتها وإجراء عمليات يعني بإعادة التعبئة والصفوف ومن ثم الانطلاق مرة أخرى باتجاه هدفها. وهذا أيضا كان عامل مهم جدا أيضا بالنسبة للروس. باخموت يعني هي عبارة عن مدينة، السيطرة عليها نعم ربما تعني لهم فتح الباب إلى سلوفيانسك وفتح الباب إلى كراماتورسك، وبالتالي السيطرة على كامل إقليم دونيسك، ويريدون السيطرة على هذا الإقليم قبل أن تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة الزخم. شكرا شكرا، بكلامك نكون قد انتهينا من الساعة الثانية. سيادة اللواء الركن محمد محمود الثلجي، شكرا جزيلا.